وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أعلن السيد صباح الدوسري وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن خطة توفير وظائف للباحثين عن العمل بالتعاون بين وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل قد بدأت منذ فترة قصيرة وبمردود إيجابي، وذلك في توظيف مباشر من صاحب العمل لعدد من الباحثين عن عمل. تأتي هاي الخطة في طور متابعة وتعزيز البرنامج الوطني للتوظيف الذي أطلقه سيدي صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء موقر وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين حفظهم الله. تم الاعتماد والإعلان عن آلية جديدة لتعزيز أفضلية توظيف البحرينيين الجامعيين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية مرغوبة في منشآت القطاع الخاص، حيث أن الوزارة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل قامت بتحديد مجموعة من المهن المناسبة والمطلوبة من قبل الباحثين عن عمل من الجامعيين البحرينيين، وعند قيام صاحب العمل بتقديم طلب للحصول على تصريح عمل جديد في تلك المهن سيتم منحهم فرصة مدتها أسبوعين للاطلاع واختيار ما يناسبهم من الكوادر الوطنية المسجلة لدى الوزارة. العديد من المزايا المخصصة لهم في حالات إتمام التوظيف الباحثين عن عمل الجامعيين.